السلام عليكم مساء الخير السلام عليكم بونسوار ان شاء الله تكونوا بخير يا الخوا قولوا لي برك الصوت ولا راه مليح يا الخوا ماذا بكم الصون ولا كاين الصوت برك يا الخوا هذا كاين 5 سور 5 واحد

حلو لي الخوا الريح انا اشرب البارد شويه دونك دونك الكرجومه ديالي دائما دائما مريضه نزيدو نسناو شويه الاحباب والجماعه صافا بيان الله يشفيك امين بصح انا اللي ما نقدرش لازم نشرب البارد ما نقدرش ما نشربش دونك رقبتي توجعني دائما وتحرقني و... فهمت شي ترميال وي من بعد من بعد نزيد نعاود ما نزيد نحبس البارد انا البارد نزيد له الكلاصون الو 118 ننتظر encore Khair, Bonsoir. Eh, no dans le C'est bon. دك انا نشوفكم نو نو جيت با بروبليم دو تيرويد نو سلام صحيه العربي بالمهيدي هادو ناديه يعقوب جمال بليلتا ماريو عبد الرحمن الكاراز عبد القادر سميرابيل لونيطوال فريت جد زوبير هادو على دان نزيم بالكم السلام مرحبا بكم يا الخوا ان شاء الله تكونوا بخير <applause> انا مسلم على الجميع ما نشوف لا نقدر نزيد نتسنى شويه ولا نبدا مباشره ولا ما على باليش كان 126 اليوم نورمالمون مازال حال شويه هكذا انا بالي جيت على بكري انا ما مازال طيور الليل وعليكم السلام شاويه جازية ماكس سيلفر مزغنا حبيبي وعليكم السلام ان شاء الله تكون بخير خويا ان <applause> شاء الله راك لاباس وراكم بخير والصحه والعائله كامل حليمي عبد الله برايجي سي بون اه هذيك الماء تاع البصله هذه ما نعرفهاش مي دوك دوك نشوفوا علاش لا لا وعليكم السلام اقبوب بجايا نسيم سد الدين نادين سالو دو باسا سي ام صحيت خويا وعليكم السلام أه. نتمنين نتمنين خويا انا ولا شكون على بونيو طري بيان وزا في لو سابدوكسونير مال دو الحاج الحاج الخضر مول العماره اي ويتا بون ان شاء الله تكونوا بخير يا الخوا انا ندخل مباشره في الموضوع باسكو ان شاء الله مانيش حاب نطول و حبيت حبيت هذا المباشر من بعد كي نروح بعد يشوفوه الناس من بعدي يبارطاجيوه ويشوفوه باش ما نديروش زوج سوايع ولا أه انا عاجبني الحال و <applause> وشي ما يفرحش شي لو يسرى اللي راهم يديروا دي كونفيرونس راهم يديروا يعني مؤامرات راهم يتلاقاو راهم يكومبلوتيو راهم راهم يتلاقاو كامل خصوصا الخرجه الاخرانيه يعني لا كونفيرونس اللي داروها رشاد لا دانيير كامل راهم يجوزو مي بارطاجيو لو لايف ديالها بارتو في الفيسبوك في يعني في كل مواقع التواصل الاجتماعي شي خطير يا الخوال لانهم راهم متفاهمين كامل تلاقاو كامل انا يعني نلخص لكم القضيه نلخص لكم القضيه و بالك من بعد يجو ناس كيما رافع ولا يدير دي فيديو ويدير تصاور ويدير ديزيماج ويدير الكتيبه ويدير يعني ديكورتيكي مليح لا فيديو وعنده الوقت لهاد لهاد الصوالح ويعرف لهم مليح دونك بالك يدير يدير فيديو باسكو سي ان بو سا سبيسياليتي هو اللي عديت يتلهى بهم انا ملخص برك هكذا يعني على حسب فهمتي انا 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 ما عنديش بزاف الهضره الزايده انا نقول لكم مباشره باللي رامي بريباريو في التيران رامي يوجدوا راهم يتفاهموا كامل انا نظن باللي هاد لي كونفيرونس اللي راهم يديروهم وخاصة الحركة تاع رشاد هادي الحركة تاع رشاد يا الخوا كان بزاف يقولك علاش تهضر على رشاد وكيفاش وعلاش أه الحركة تاع رشاد راهي أه على بالكم قبل ما نجي قبل ما نهضر على هاد الموضوع كنت مازال ما دخلتش الفيسبوك قلت نولي ندير تسجيلات ولا نجي في لايف نهضر على المشاكل اللي كاين في المجتمع وماذا نقترح بعد الـ بعض بعض الحلول للمشاكل اللي يكونوا عندنا في المشاكل الاجتماعيه و... ان نمد رايي في المشاريع اللي كاين في البروجي في الانجازات اللي راح تندار لانه الناس هي دوكا يا الخوا دوك الوقت اللي رانا عايشين فيه وهذه حقيقه مره ولازم نقبلوها وجامي قلناها من قبل دوك الحكومه يتخدم اكثر من المجتمع دوك الحكومه الناس اللي في الحكومه راهي تخدم اكثر من ما نقولكش من الشعب لانه الشعب راهو كبير كاين 46 مليون ولا 43 ولا ولا 44 ما على باليش الله يبارك ولكن احنا نقولوا المجتمع باش هكذا من منجمعوش ومنخلطوش الهضره ومنغلطوش بعد يجيو لي ناس يقولوا لي راك تهضر على الشعب وكذا لا وانا مانيش نهضر مع الشعب وانا نقول لكم بلي كاين رجال ونساء دائما في الشعب الجزائري في المجتمع ديالنا خدامين في حوله تاع تاع عمل تاع جديه تاع تاع رزانه تاع تاع كلش ولكن المجتمع يعني بصفه عامه وخاصه الناس اللي مازالها في البلبله هذه والفوضى والتشويش والكلام الزايد والخروج الى الشارع وتمسخير هذايا وكاع ولاو سياسيين كيما ما مم في وعليكم السلام صحة النصر أم والحكومة الجديدة هذه لم يقولوا ما عندها الشرعية و... وجابوها وحطوها وما نعرف كيف و... و... أخو ولا كونتينيتي تاع بوتفليقة خو بوتفليقة الآخر ما كاش بلاك مريض ولا وخوه في الحبس والجماعة كاملة في الحبس قال لك لا كونتينيتي مانيش فاهم تما يعني قال لك نفس يقول لك العهدة الرابعة راهي تكمل الور كو الناس كاملين في الحبس ما, عنده حتى منطق كلام تافه ما عنده حتى منطق و, و... ما تبدانيش سابوغ كيفاش سابوغ خو ما قالوليش غير نتا راك تقول سابوك واحد ما قال لي يتحبس تحبس يا الخوة يتبلوكي <applause> ولك تهفينا اخويا واسمك سي بون سا بوغ ان بو كو مش عارف كاع ما 5 سور 5 المفيد كي كنت سا الناس كاع تريكلامي دونك نفيقو باللي صح المفيد قلت لك قلت لك الناس اللي راهم احنا احنا نشوفو المفيد انا تهمنيش الهضره انا هذه تاع تجي تكتب لي في الفيسبوك وتكتب لي في في المواقع التواصل الاجتماعي تكتب لي الحكومه ماشي مليحه وكذا انا ما تهمنيش انا هذيك هضره كلام هذا كلام تاعك في الفيسبوك وكذا وما كاش شرعيه هذا كلام ما يهمنيش انا نشوف المفيد الناس اللي تعمل نشوف الاجراءات والانجازات لو ياخذها الوزير الاول نشوف الوزاره كيفاش راهم يخدموا نشوف فرحات اي تعلي وش يدير نشوف شمس الدين شيتور نشوف رئيس تبون وش يقول نشوف لي تريتي لما رايحين يزيدوا لهم نشوف البارت اوف كامل ولاية تاع الجزائر كامله المشاكل اللي يتحلوا انا هذا هو اللي يهمني هذا هو اللي يهمني الكلام تاعك تاع الفيسبوك وتاع اليوتيوب وتقلي علينا ولا انا ما يهمنيش اهضر من لا هو اسمه ما يهمنيش دونك انا نقول بلي كاين ناس يتعمل ولا مازال ما بداش تعمل عندها نيه في العمل وعندها انجازات وكاين مشاريع راهم في الطريق داكور راني يعني نشوف بلي المجتمع راهو هايج بصفه عامه انا والله غير اليوم في القهوه سمعت شربت قهوه سمعت دي جون قال لك نكملوا ونكملوا 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 حتى تخلى البلاد سمعتها سمعتها بودني والله غير سمعتها بودني هاي ستي قال لك حتى تخلى البلاد صاحبه قال له وقتاش الى وقتاش اي قال حتى تخلى البلاد ها واش قال هاي الهضره تاع بيان سور أه... بون مانيش حاب نكثر الهضره باش ما نغلطش ولكنك تعرف صحاب الاخر هابط والهاي هاي فهمت كيفاش قهوه قارو ني خدمه ني والو ما فهمت ما كان والو هذيك هي هذاك واش كاين هذاك واش كاين والتليفونات تاع 10 ملايين فهمت ني خدمه ني صدمه وتليفون تاع 10 ملايين ما فهمتش منين يجيب الدراهم المفيد سي با سي با السوجي دو لا هذو من بعد كش نهضر نخصصو لهم سوجي باش نهضر بالعقل وما نجرحش الناس باسكو كاين دي جون لي جون الناس بلاه. دونك راني يعني نشوف بلي المجتمع ويشطح بلا محارم راني <applause> يعني نشوف باللي راني أه نشوف باللي يعني الناس ما عندهاش نيه يعني في بناء الجزائر في العمل في أه التطور في أه يعني جمع الشمل في يعني ما عندهاش نيه صالحه مثل البلاد هذا وش راني نشوف انايا يعني. فهمت خلينا بيان سور من الجزائريين لم يخدموا لم يعملوا الله يعاونهم نهضر لكم على اصحاب التشويش والفوضى والسينما هذه ولي فيلم دراماتيك اللي راهم يديروه منا في الحراك ويبكي وواحد يعيط وواحد يزكي والكلام والفلسفه والشعر وكذا وتمسخير هذاك ومن بعد من بعد يرمي في الارض ومن بعد ما يخدم ما والو مانيش عارف واش ميسند او ميسند وينزل الوحي ومانيش عارف يجيب لهم ملائكه يشدوا لبسو هنا لانه على بالي بلي اللايف يقدر يخرج نخرج نخرج لكم طريق من اللايف ونفسد اللايف باسكو يعني واحد يتقلق سماطه الشيء المهم اللي حبيت نقوله اليوم في هذا المباشر هو انه بصفه عامه خلينا من الشعب الجزائري كاين نسبه من الجزائريين راهم يخرجوا في الحراك وعلاش كيفاش الاخر من حقهم يدب راسو او يمشي ويحوس أو يتصور يدب راسو ولكن دوك الحراك راه اوفيسيال ماشي قالت بالعيط ولا هضره هضره في الفراغ ولا الناس لم يخرجوا اللي راهم كذا راهم يديو التعليمات لا يجبدوا شعارات وتصاور كذا مي راهم تيغيدي من عند رشاد ومن عند زيتوط ومن عند امير ديزاد ومن الفيسبوك هذوك والفروخ هادوك تاع الفيسبوك جماعه راشات كامل وجماعه كامل هذو صحاب لي زوان هادوك هذوك بروكسل ها مشي هما لم يمشيو في الحراك كاين واحد كتب لي صفر على خمسة الصوت ما كاش اسكو الصوت كاين يا سبحان الله واحد يقول 5 سينك 5 واحد يقول واحد يقول 0 سير 5 ما فهمت جي با كومبري دوك هنايا هاك شوف برا يجي 5 سور 5 زيد ما فهمتش قال لك ايسي سي بون انفا يا الخوان نكمل لا تكوبا تكوبا ما تكوماش باش ما نطولش باش ما نكوبيش في الـ في لا لونسي قلت لكم الحراك دوكا راهم يمشي وراهو انتي لي راهو كيفاش يقولوا ماشي محدد يعني يعني مخدوم ومصنوع ومازالو يمشي ومازال يزيد يمشي برشاد وزيطوط وامير ديزاد وجماعه هذوك حقيقه لازم تقبلوا هذوك مام لي مامش متفقين معايا لازم ديرها مليح في بالك عاود دير ديرو تبع شوف حوس وما شي لم يقولوه في الحراك مسخرش بيا وماشي هذا هو الحراك تاع 22 فيفري ماشي نفس ماشي شعارات شي... كيف كيف ماشي كلام كيف كيف ماشي هضره كيف كيف ماشي ناس كيف كيف ماشي عباد كيف كيف اه مي واحد لي فينومان عجب بخو اه مي واحد لي فينومان عجب سي تري غراف سكي سباس سي تري غراف لي جون هادو ما راهم جون النساء لم يخرجوا ما راهم نساء رجال ما راهم رجال شيوخه ما راهم شيوخه عباد وحدوخرين كامل يا صاحبي ولي فيديو كاينين وكلش كاينين والناس اللي راهم في الفيسبوك وراهم كدا راهم يشوفوا الشيء اللي يصرى بصح راهم ساكتين لانهم تساعدهم هذه الحاله هذه هاد… تساعدهم هذه الحاله تساعدهم هاد لا سيتوياسيون تساعدهم يقول لك خليه معليش خليها ما فاز ده معليش داكور ما فاز معليش ودوك لي كونفيرونس اللي راهم يديروهم وخاصه الاخرانيه هذه تاع حركه رشاد جو كامل مخيوبيا جا جو جا جا زيطوط جا دينا جو جو كامل جو جماعه بروكسل امير ديزت بيان سور والجماعه هذوك الخماج كامل اللي عاد يدورو بهم هذوك سواء لي قاريين واللي ماشي قاريين واللي فاهمين وماشي فاهمين جو يتفاهموا كامل عم يتفهموهم يديروا كونسنسوس يعني يتفهمو على نفس الكلمه يتفاهموا هضره واحده يتفاهموا على آه على آه يعني على مشروع واحد على استراتيجيه واحده داء ديالك يتحالفوا عليك وكيديروا يعني مشروع واحد على راسك آه هنا هنايا شد سروالك هنايا حزم حزم وشد وبالك على راحتك هذه هي دونك يفو ف... دونك سي مومون يفو فير تري زاتونسيون انا دوك نسيي ندير لي لايف كل يوم ولا قدرت نهار بنهار ما نحبش ما نحبش جو في سي ديكورتيكي كاع الكلام اللي يقولوه كاع الهضره اللي يديروها كاع لي بروجي تاعهم نروح نشوف هذا واش قال هذا واش قال هذا واش قال هذا واش قال ندير لهم شغل ندير لهم خدمه ندير لهم خدمه هذه هي باش هكذايا باش هكذا يا ندير لي عليا ما نخليهمش تخليهم اه رامي كيفاش يقولوا يديروا لك تشويش شوف التحالف لما يديروا هما فهمت على بالهم باللي سيفيني يا يعني ما كاش الدخول كيفاش يقولوا المشكل الخارجي يعني التدخل الخارجي ما يقدرش يكون هذه الاولى خلاص سيفيني فيني يا يان يا بريزيدون

تاع الخارجيه ولا الاناطو هذا مشروع طار خلاص يلي فيني كان قادر يصرى من قبل الانتخابات دوك خلاص الان المشكل اللي قدروا يديروه هو داخل الجزائر داخل الوطن داخل الجزائر يدير لك تشربيكه يدير تشويش بين الولايات بين يدير يعني مشاكل عرقيه هويه دينيه فكريه فهمت يدير لك مشاكل سياسيه مشاكل هذه هي سي او سي سامبل كوسا يدير لك هاد لي بروبليم داكور يدير لك هاد لي بروبليم دونك على بالنا باللي كيما نقولوا الحمد لله عندنا ناس تخدم وعندنا ناس هاي ما تلقوتش على حمايه الجزائر وحمايه المواطنين وضد الجوسسة وضد العداء وضد على بالنا بلي كاين الحمد لله ماشي مشكل ومام الشعب الجزائري فايق يمشي معك يخرج معك بصح انت غير تبدا تزعبط منا من هيك يقولك لك حبس يقولك لك وينك راه دونك ما يخليكش غير اللي يعني راهو يمشي في المجاهد الله غالب عليه يعني غرق غرقه نعم استاذ زيطوط نعم استاذ زيطوط تعرف باللي قمه الغباء ما عندك ما دير والله غالبا ويا حليله الله غالب ما عندك ما عنده ما عندك واش فاهم هذا هو هذا هو شوف هذاك واش فاهم فهمت كيفاش هذه هي <applause> دونك يدير لك مشكل الله يسلمك نوفو كونت الله يسلمك يدير لك مشكل داخل المجتمع الجزائري يدير لك مشكل ومع انه يعني ما بيد يعني كما كنت تشوفوا الناس مازال تخرج مازال الحراك ومازال يخرجوا بالجمعه وبالثلاثه يقعد يخدم هو يقعد يخدم ويمشي المشروع تاعو داكور فلا كونفرنس هادي اللي داروا هضروا على نقاط مهمه بزاف بزاف هضروا على نقاط مهمه بزاف بزاف كنت مادابيا ندير لكم الكابتيور ديكرون نسجل ونحبس ونجاوب ولكن ما عنديش ما عنديش الوقت باش نسجل فيديو ولا دونك درت مباشر خلاص معليش كيما نقولوا حنا اضعف الايمان كيما يقولوا هذا واش نقدروا نديروا بو لينستونت مي بالاك نديروها ان شاء الله دونك هضروا على نقاط مهمه بزاف يا الخوا c'est un vrai c'est c'est une c'est des gens هادوما Doma c'est des stratagèmes ils يعني يطلعوا مؤامره ويديروا ان كونفيرونس ويهضر لك وتشو صحيح و... ويهضر ويقول لك ما حبيناش زيتو تهضر على, على واحد النقطه انا تما فهمت انا فهمت اسمعني مليح يعني باش نقول لك برك باش ندخلك برك واحد الفكره الفكره هذه مهمه بزاف بزاف, بزاف. باش تاخذ المشكل هذا تاخدو تعطيلو الاهميه ديالو ماشي تسمع وتقول تقول خلاص موالفين نسمعو زيتوت 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 خلاص نو 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 ما خلاص جوستومون هادي هي الضربه ما خلاص زيتوت تهضر على الدماء في الجزائر وقال حنا شبعنا الدم في العشريه السوداء بالك شفتو اللايف قال حنا شبعنا الدم في العشريه السوداء وسال الدم بزاف حنا ما نسحقوش نزيدو الدم والشعب الجزائري حبها سلميه نكملوها سلميه فهمت قال لك ناس واحد اخرين قالوا لنا بلي راكم جونتي راكم يعني حنان مع هاد الدوله ولا مع هاد النظام ولا سميه واش حبيت قال لك نورمالمون ما شغل نقطعوا لهم ريسانهم يعني و وكما قال مد ان اكزومبل على على فرانسوا هولاند واش قال ماكرون كي قالوني اوني دون ان بي كي ا كوبي لي تات تاع تاع لي لي روا تاعهم ما يهمش هذه هاد النقطه هذه ما تهمش خلينا من هاد قطع الرؤوس قدامنا ولكن انا فهمت بالكلام هذا ديالو فهمت هذاك الكلام كي راهو يقول بلي ما حابين الدم يسيل ونحبينها سلميه انا نفهم بهذا الشيء كلام واحد اخر نفهم باللي العربي زي طوط وجماعته وهاد المافيا وهاد الخونه هادو عندهم عندهم لا باش يخلق لك يعني نوعا ما العنف في الجزائر قادر هو على باله بلي يقدر يدلك العنف في الجزائر هذه لازم تاخدوها بعين الاعتبار عندها اهميه كبيره وقالها شحال من خطره هذه بعده صفات ولكن هذه الخطره قالها بصفه يعني بصفه يعني مباشره العرب زي طوط وجماعته وهذا راشد ودينا وكذا على بالهم باللي عندهم يدين في الجزائر عندهم في المجتمع الجزائري يعني هذلكم يا خوان هذا لكم الصح انايا اللي حبيزعف يزعف عندنا في الجزائر طنوها يتبعوا فيهم ويتبعوا المشاريع تاعهم وينفذوا القرارات تاعهم وينفذوا المشاريع تاعهم عنده. عندهم عندهم كاين دونك زيتوتو جمعتو على بالو بلي لو كان يحب يزيد يقصح في الكلام ويزيد في لا ويزيد في العمل اللي عنده في المواقع التواصل الاجتماعي علاش قلت لكم كاين حرب في 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 ال في في الانترنت كاين حرب ضد الجزائر على بالو بلي لو كان يزيد يقصح ي... ي... يدلك عنف في الجزائر شويه بزاف ماشي بزاف قليل والله غير يدلك يخلق لك ارهاب في الجزائر يخلق لك الارهاب في الجزائر يدلك ناس يديروا دي زاتونطا ولا يديروا يعني يضربوا ولا يقتلو ولا يديروا عفسه على بالو بلي قادر عليها علاش كاين ناس هاي فيه في كافوار في الحراك الناس اللي يا امير يا كدا منا يا منا ما منها. منها فهمت كاين ناس عنده جمعته في الجزائر عنده طائفة هذه ديالو عنده داكور واللي يقول لي في السِّيْتَ في اللايف ديالو كيروحوا يشوفوه 2000 3000 4000 ما قولي لي انت يا جماعه من المخزن جماعه مننا، جماعه بصح كاين نسبه كبيره جدا من الجزائريين يا استاذ يا استاذ يا استاذ كعندنا عندنا طنوها يتبعوه عندنا لي بخاخا يتبعوه عندنا ناس راسهم راس القله يتبعوه وينفذوا القرارات تاعو هذه باش نقولها لكم ينفذوا القرارات تاعهم سي سامبل كو سا انا سمعت بودني كذلك في الجزائر دي جون هكذا يهضروا ويبيعوا هكذا ويشريوا قال ان شاء الله نديو الاستقلال ويدخل امير دي زاد ويدخل زيطوط للبلاد سمعتها بودني في الجزائر والله غير سمعتها بودني باش تشوف كيفاش قال لهم باش يدخلوا الجزائر ماذا بينا يدخلوا للبلاد ماذا بينا آه آه يحكمها زيطوط عفسها هكذا قال عفسها هكذا ولا يشد ولا ولا يكون عنده بلاصه في الحكومه والعفس هذا سمعناها هذا. دونك يا الخوا انا نجي نهضر الحقائق في المجتمع ديالنا صح ناس اذكياء وميحبوش يحبوش ولا سيكوريتي عندنا الفحوله صحاح عندنا رجال ونساء ما ولكن عندنا طنوها بزاف عندنا طنوها بزاف عندنا شفيتو نهار اللي دار واسمو فيديو هذاك قولي عليه ماد ماكس قال فيديو واحد الوقت كان يهضر على الناس تاع داعش وقال باللي كاين جزائريين يساندوا داعش من الجزائر عنده الحق ما كذبش اي با سي ميم شوز وراشد وجماعه هذا جماعه الارهابيين هذو ما كامل الناس تبعهم الناس تبعهم صح يعاونوهم في البارطاج ناس واحد اخرين فهمت ناس عم يخدموا ضد الجزائر سواء ماشي جزائريين ولا ما ولكن عندنا ناس يتبعوا هاد الـ هاد الـ هاد, هاد الخونه هادو يتبعوهم هذا هذا شيء مفرغ منه ما تقولوليش ما شفتوش واش هو يصرف في الحراك ما تقولوليش الطفله هذيك اللي كانت تقول يعطيك الصحه يا امير ديزاد وكانت تهضر على انيس واسمو هذاك تاع انيس الرحماني تاع النهار وكذا قالت ركعكم زي ركعكم امير وركعكم كدا وتسب هكذاك ومنا واحد العريانه هكذاك مانيش عارف ما نعرفهاش انايا دونك هاد هذا اللي سمعتو واش كانت تقول أه سمعتوهم كامل يا اخي تشوفو تشوفوا هذاك مول العماره شايد السردو كذا اخر اكو تشوفوا الفوضى وال والتشويش والبلبله هذه اللي صايره هذه وتقولي انت انت مازال الحراك واش من حراك هذا اللي مازال واش من حراك ولي كاين واحد ولا زوج ياو كاين قاع راهم يديروا هكا مازالوا مازالهم قاع يديروا هكذا هذه حقائق لازم تفهموها وتبعوها الناس اللي خرجوا في 22 فبراير آه اللي خرجوا ضد العهده الخامسه للتغيير في الجزائر الى اخره هادو خرجوا ومن بعد شافوا شو الشيء اللي صرا ومن بعد تقع الاخير فهمت جاو ناس واحد اخرين سرقوا لهم الحراك سرقوا لهم لاكوز نوبل ديالهم اللي هي الجزائر سرقوا لهم كلش كلش جابوا شعارات جدد جابوا علامات جدد جابوا كلام جديد جابوا كلش جديد وجاو يخدموا لسيادهم اللي راهم في الخارج هذه هي جاو يخدموا لسيادهم اللي راهم في الخارج سي سامبل كيصا ما ما عندهمش مشروع واحد اخر تقول لهم واش مش من مشروع يقول لك ما عندناش الاخرين هما يقول لك قال حنا ضد العهده الخمسه رانا ما دابين التغيير وما نستحقوش النظام بوتفليقي وخلاص وكرهنا وكذا على سي فيه على بالو شو يهضر الجيش الشعبي الوطني قردفلو قالو له هاو ليك هاو حقك سي بون سي بون خلاص تو فا بيان الى المنجل بدا يخدم الناس كامل بدات تخدم خلاص سي سيري دخلوا ناس واحد اخرين خلاص تبعوهم للاسف الشديد الاحزاب السياسيه اللي كانت في الجزائر معتمده اللي كانت رايحه تدير الانتخابات مع بوتفليقه الى اخره دخلوا معاهم في المعمعه ايزون ايتي بيجي ايزون ايتي انا جو بونس بلي ايزون ايتي بيجي ولا بالك عندهم ولا بالك ما يعرفوش ولا بالك ولا بالك اغبياء ولا ما ولا ما عندهمش تجربه مانيش عارف ما على باليش ولكن أه ولكن بطبيعه الحال جبدوا روحتهم من المسار السياسي ولا مسار تاعهم أه حراكي يعني في الحراك ما نخرجوش ما نهضروش ما نتحاوروش ما نناقشوش خلاص سيفيني لو كانوا ما قعدوا شايدين الاحزاب ديالهم السياسيه يدخلوا في اللعبه السياسيه ويديروا الانتخابات والناس تفوت عليهم وما ربحوا حاجه فهمت حتى الناس دوكا ولاو يجيو يجريو كيما سفيان الجيلالي يحب يعاود يولي قال ندير الحوار ندير النقاش راح راح عليك تران خلاص راح عليك ترى انت تروح المالي، كانت تدي ليبري وتهضر مع لي زوانجي وتخدم مع الناس والديمقراطيه وكذا من بعد تجي تحاور واش تحاور انت ما تحاور ما والو اذا يا الخوا اذا الحرب ما خلصتش اذا الحرب ما خلصتش اذا الحرب ما خلصتش هذا ما كان دوك شوف دو بلدان اللي ضد الجزائر كيما فرنسا ولا كيما امريكا ولا كيما الناس اللي حبت تدي لي غيشاس تاع الجزائر بصح سي جوستيفي هاد الناس عندهم لي زانتيري تاعهم ماذا به يدي لي زانتيري ماذا به لو كان يصيب تموتو كامل الموتو كاع ويدي واش كاين في لي غيشاس هادي خدمتو بلدان هادي هي ما يعرفش حاجه اخرى هادو نفهموهم يعني ناس تاع الفايده تاعو فهمت يجي يقتل لي تيري قدامنا بصح هاد الناس واحد اخرين يتمشاو باسم الاحرار وباسم الجزائر والثوره والثوره لا ريفولوسيون والنضال والسياسه وقدامنا باش يحرق لك بلادك هذا اللي خطير انسان خطير ويتلاعب بعقول الجزائريين يتلاعب بعقول الشباب الجزائري الناس عباك عندها 20 سنه 25 سنه ما يعرفش ما عندوش تجربه ما عاش ما يعرفش شكون هو زيطوط ما يعرفش واش دار زيطوط دوكا لو يقول بعد ما تلسانو راه يقول بالليل, بالليل المنظمه اللي تخدم مع الدول الخارجيه ما عندها خاينه وما عندهاش مصداقيه شوف هذيك الفهمه هو خدم مع بنو صهيون باش يقلبوا ليبيا هو خدم مع قطر اللي كانت تمول الارهاب كانت مول الارهاب العالمي يخدم مع تركيا تركيا اللي داخله في الناتو فهمت ولي, ولي تقتل الناس ولي تعذب الناس ولي دير العجب ولي تخمع الفايده ديالها ولي عندها وعندها المنظمات ديالها عندها لي زوانجي ديالها ديالها تخرب كامل البلدان تخرب تخرب المنطقه هذه كامل زيد خدم مع كامل خدم مع فرنسا خدم مع في راح بيع كامل بيع يبيع بالكذب بيان سور بيع وكدا و باللي كان يقول لهم بلي آه باللي ما كاش ارهاب والارهاب شغل سيونس فيكسيون الارهاب ما كاش ما اكزيستيش وسيونس فيكسيون يعني شغل م... ناس بدعاتو ما اكزيست ما كاش كاع ارهاب ما كاش ما اكزيستيش كامل والدولة هي اللي كانت تقتل وكانوا يقتلوا وهادي راح قال لهم لي سيرفيس سكري فرونسي ودارو داروا داروها تيليفيزي وكاش يقولوا ولي جورناليست يسقسيو فيه هو واجب ولي فيديو مازالهم انا فهمت انا لي جون هادو ما يروحوش يشوفوا لي فيديو باش يعرفوا بلي السيد كذاب وخراط يكذب 100 يشوف يكذب 100 في الساعه يكذب 100 في الساعه هذه هي يكذب يكذب خليو لي كيستيون مع الاخر بالك شمن دي كيستيون لا زوج ولا ماشي دوك واش نريبوندي دوك انا كان يعني نهضر راني يعني نفرغ واش كاين في قلبي ومن بعد ساعه قلت لكم يكذب سي كذاب يخرط دونك لي جون كيفاش ما يشوفوا السيد يكذب عليهم ويدير لا كونفرنس ويقول لكم المنظمه اللي يخدم مع الخارج ودات دراهم على الخارج من من, من, من الخارج منظمه يعني ما عندهاش مصداقيه وهما يديو دراهم شكون يمول في رشاد شكون بيان سور عندهم لي زاديرون ويخلصوا لي زا هذيك حاجه باينه كل واحد يخلص لا بارتيسيبال البارتيسيباسيون تاعو هذيك حاجه باينه بصح لا لا شين الراشد وكدا بيان سور عندهم ممولين عندهم منظم عندهم بلدان يتخلص فيهم داكور سكي سير سيكس نيبا با دونك بلاد واحد اخرى شيخش لي كيما يقولوا دونك سي غراف سكي سباس هي دو خرط عليكم مباشره وكي تلاقاو كامل تما

ويتلاقى وي... بهم دون سي كونفيرونس ويخدموا كيف كيف ويقعد مع دينا ويقعد فهمت سي لا بروميير فوا دونك الجماعات هادوما كامل ام يتلاقاو ام يتلاقاو ام يديروا هاد لا كونفيرونس هاد هاديه و اي فون اوتوماتيكمون كومبلوتي فون تروفي دي 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 يحوسوا على حلول دي سوليسيون باش يشوفوا كيفاش يعني يقابلوا هاد الوضعيه هاديه فهمت لان الوضعيه هادي الخاوه قلت لكم باللي يكون فيه نوع من التطور من عندهم لانهم هم يشوفوا باللي الحراك راهو يتبع برك او يكمل بلا والو ما كان حتى مشروع ما كان حتى اي شيء ما كان والو خاصه في الجزائر ما كانش لو ما كانش لو يسير فيه ما كانش لو يتبع فيه ما كانش لو ياخذ الكلمه ما كانش اللي يقول لهم حبسوا ولا كملوا ولا ديروا ولا لا لا واللي يدير مبادرات من الجزائر روماركيو يا الخوا روماركيو اللي مبادرات من الجزائر اللي مبادرات في, في الجزائر سواء من الحراك يعني كاين ناس من الحراك كما مثلا لو جون هذاك اسلام بن عطيه اسلام بن عطيه انسان جونتي عاقل انا درت عليه فيديو تخالفت معاه في الافكار ولكن انسان يهضر كلام يقول لك الشرطه خوتنا يقول لك جزائريين ولازم وما نديروش هكذا ويستعرف بالغلطات يقول لك الغلطه ديالنا هو الاصطدام وال... 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 وال يعني العراق المعركه اللي درناها ضد الجيش الشعبي الوطني غلطه كبيره الجزائريين لا ماجوريتي تاع الجزائريين دوروا لسانهم يقول لك انا ما تمشاش معاك انت كيفاش انت الجيش ديالي تزيد تطاكيهو ليه كيفاش انا ما نمشيش معاك دونك هضر على هاد الشيء وبعد آه آه ال... بعد الرئاسه تاع تبول تكلم قال باللي ما نقدرش نقعدوا هكذا لازم نديروا حوار لازم اون فا ايسيي كونستيتيي دي بارتي بوليتيك يعني نديرو احزاب سياسيه ونديرو كذا ردوه خاين ردوه خاين فوالا voilà. ردوه خاين ردوه انسان تاع نظام ردوه بدا يخرج من 22 فيفري الوغ اتونسيون لو جون هذايا هو بيقول على كل حال راه يخرج في الحراك منذ من, من منذ يعني قريب عام من 22 فيفري كان اللي بداو ركبوا الموجه وركبوا الحراك بعد 22 فيفري راهم يقولوا عليه باللي هو خاين ومشى مع الدوله وكيفاش الحوار وكيفاش كذا واش معناتها؟ معناتها أنتهى اون استراتيجي جايه من الخارج وانا سور بلي جايه من عند رشاد وزيطوط وهذا الخماج هذوما هذا الفوحه هذوما قال كل مبادره من الجزائر كسرها كسر كلش الجيلاني كسروه الاخر كسروه كاع كسروا كلش وهما هما اللي يشدوا الكارطه هما اللي يشدوا الكارطه هما اللي يشدوا الوسمو لي مانات كيما يقولوا هما اللي يشدوا لي هما اللي يمشيو الحراك كيما يحبوا هما وكيما كان الحال لا كيما كان الحال الحراك شعارات ديالو الكلام لي ريفونديكاسيون وشام يقولو وشام يشطحو وشام يطبلوا كامل جاي من عند هاد المنظمات وبما انه المنظمات هادو مالهم في في الخارج جماعه زيتوت جماعه لو جماعه تاع رحماني هذيك لي فورس فيف جماعه جماعه تاع لي جون تاع فيسبوك الفروخه هذوك تاع بروكسل هاد كامل هادوما متشربحين وما تنساوش بيان سور أعداء يعني بصفة خاصة جماعة الماك جماعة الماك شوف وين كاين النار يرمي يرمي ليسونس وين كاين النار يرمي ليسونس لي سيد زيسلاميستا هنايا يصدم معاهم وإيه وي وزاد ووني داكور بدا يزيد يرمي لكم النار زيد يكرني هو لي لايك راني معاكم لي 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 مانيش عارف شكون راني معاكم لو ماك إلي لا باش تطرطق البلاد هو اللي يهمو زعما سي لا كابيللي ألوغ كو يحكموه لي كابيل لي كابيل تاع الصح مي تحكموه يهبطوا السروال لو كان الاخر هما في الخارج يهضروا على لو ماك في الجزائر ما يهضروش فهمت كيفاش ابار كيلكو جون هكذا من مين داك يشطحوا من داك من داك بعد يدخلوا للدار يكابرو ماك حتى واحد يخرجوا يشطحوا من بعد يعاودوا يدخلوا مي سي فريك لو ماك كي بارتيسيپ كليرمون فلا ديستروكسيون فان بيت مي لا ديستروكسيون تاع البلاد لو ماك يعني سي سون اوبجيكتيف سي سون اوبجيكتيف

عندنا مشاكل مع بلدان واحد اخرين فهمت بالك بالك مانيش عارف بالك لي بالك ما يحبوش الجزائريين باسكو يعرفوا بلي حنا مع لا باليستين اكسيتيرا مي بالك ما يكرهوناش كيما يكرهونا صحاب الماك باسكو هما الاخرين ني يقولك يقول لك هما سون كوم سي يفهم شويه لا مونتاليتي تاعك ولا هو يكرهك معليش عدو بصح لو ماك يكرهك انت جزائري وكيأك تقول انت جزائري وكيأك تهضر هكذا وكيأك تدير هكذا وعندك الاعلام هكذا وعلاش انت هكذا يكره كلش دونك اي سون بارتو دايور اي بارتيسيف كامل لي لايف يقول لك انا جو سوي با وانا خاطيني الجزائر بصح يجي يدخل يدخل المصاصيط ديالو يجي يدخلهم لك هنا في الوسط ويجي يخلط لك في الهضره ويجي يدير لي يدي ديبا ويقصر وكذا وي لالجيري لالجيري الو كو هو او حاب تخلط لالجيري اي croit كرو pas با mot مو الكلمه لو نون الجيري ما يمنوش فهمت تو سويت يقول لك سي اون كرياسيون فرونساز اون كرياسيون كذا ما يامنش ما عندوش حتى اعتقاد حتى ايمان في بلادو دونك هاد الناس يدخلوا كيف كيف في المعمعه دونك يدخلوا في هاد المشاكل زيادة على هذا كاينين ناس واحد اخرين كاين جماعة الفيس تاع بكري وكاين الارهابيين اللي راهم برا هادو من كامل كامل بلوز او مون ديزاكور ماشي متفاهمين داكور كي راهم ماشي متفاهمين تسيب في الحراك في الجزائر بالجمعة تسيب الدعوة متربكة تسيب تسيب تصيب من جماعة الماك اللي مديكيزين زعما شغل امازيغ وكذا من هيك هما شوية ماكيس شوية فهمت شوية 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 معجون شوية زبدة شوية فهمت كيفك مخلطة شوية تسيب جماعة دخرين تاع تاع لافافاس تسيب لي زيسلاميست تسيب سيب جماعة جماعة تسيبها مفركتها كامل فهمت سيب دعوة مخلطة ألور هادو ما كيس كيفو الفير لو استراتيجي وشنو هي سي دو سيوني لازم يتفهموا لازم يديروا يعني آه يعاودوا يتحدوا يتحدوا كامل بهاد لا كونفيرونس هادية قال لك حنايا ونتفاهموا ما يهمناش واش نكونوا وهاد الهضرة قالها زيتوت في 2010 2011 أو يعاود بركة سي دو روسيكلاج شنو يخدم بلي جون تاع دوك ما يعرفوا والو لي جون تاع دوك ماهوش راح يحوس في ماهوش راح يدير اللي يحوس في في في, في في, في اليوتيوب ويحوس في, في, في الفيسبوك ويحوس في لي زارشيف ويحوس واش دار واش داروا هاد الناس في 2011 ماهمش حن يديروا هاد الشيء ولا من قبل ما هاد الشيء هاد السيد يتبع لا فيل لا فيل اللي عنده في الفيسبوك واش يخرج له هذيك المعلومه تاعو والله ما يحوسها سي بور سا مليح واحد يدير هكذا لي فيديو كذا باش يهضر للناس باش يوري لهم كاين بزاف دي جون يفطروا يفيق يفيق سي سي سامبل دونك دونك ما يديلو لازم يديروا التحالف لازم يتفاهموا كامل لازم يتفاهموا كامل و كيفاش يقولوا يتحدوا باش الحراك في الجزائر يتحد يتفاهموا يديو تعليمات في الفيسبوك في لي ريزو سوسيو باش يتحالفوا كامل باش يزيدوا يديروا في التصعيد ويزيدوا يتفاهموا ويزيدوا فهمت باش يزيدوا يكثروا في البلبله باسكو كي تكون دعوه ماشي متفاهمين وكل واحد كيفاش يخلط ما يروحوش بعيد هما هذا هو البروجي تاعهم لازم يتفاهموا باش يلحقوا الحاجه كي يتفاهموا ويلحقوا الحاجه من بعد يقدر يخلق لك مشكل يقدر يخلق لك مشكل يقدر بعيد شر يدير لك قضيه ديستابيليزي لك البلاد فهمت وحنا رانا في مرحلة تعامل هاك تشوف جاني واحد تحية أمير ديزل كاش نهار هذا البهلول يا أمير ديزل يدير دي تصويرة تاع خت هذا الرجل لو يقول تحية أمير ديزل يدير ختو هكذا يا يديرها له في الفيسبوك عريانة كيما الناس اللي وراهم فهمت سيد ما يحشمش ورا الناس ورا ولاد الناس, الناس نسيت تاع الناس وراهم في الصفحة ديالك كاش نهار يولي ختو بالك يفرح يعجبو الحال هذا ما كان هذه هي كي كي صامبس رسنت كيما يقولوا قولي مع من راك نقولك شكون نتايا بالك هو كانا ما عندوش ما عندوش هذه بين قوسين برك قلت لكم ما هذا هو المشروع تاعهم يا الخوا وحنا رانا في مرحله حاسمه في الجزائر باش نعطيها لكم من الاخر نعطيها لكم من الاخر رانا في مرحله في الجزائر مرحله حاسمه مرحله تاع الجزائر الجديده الناس كامل تخدم يا الخاوة وخمسة في عيني الحساد الناس كامل راهي يتخدم راهي يتشمر على يديها لي بروجي على راسهم لي زانفستيسور على راسهم لي بروجي على راسهم الناس هي تخدم فهمت غير لي براكاسي والفنيانين و و لي يخدموا عليهم فهمت هادو يسبو هادو قاعد شاي التليفون قاعد في الحبوسه ديالو وعندو تليفون سلف ولا شراتها له شراته له اخته فيك هذا ما كان مي سينو الباقي الناس راهي تخدم الناس شوف اللي راهم في الكوفرنمون جديد راهم يخدموا كامل يل راهم يخدموا سيريوزمون فهمت و والدليل على هذا تقدروا تشوفوا كامل عامل لي كونفيرونس ميديرو تولي جور والناس هي تهضر وراه ما مشي يقولوا بلي بروجي و... وانا حين نديرو وكدا نو قال لك نديرو اون فا سوفي لالجيري اون فا سوفي لالجيري داكور اون فا سوفي لالجيري كاين نقطه واحده اخرى الشعب الجزائري بصفه عامه ولا روماركيتو ماركيتو اليامات هادو من المجتمع في المجتمع كاين بزاف ناس يتشكي والناس يتخرج على حقها والناس يتخرج عطيني دير لي وسيلي قدام اوكي علاش الناس ما يخرجوا وما يديروا هكا اخر داكور اكثر من اللي كانوا وقت بوتفليقه علاش باسكو عندهم نوعا ما من الثقه عندهم شويه ثقه في هذا الكوفرنمون الجديد على حسب الكلام راهم يشدوه على الكلام ديالو قال فوالا قلت لنا تعاوننا اي عاوننا ايفيكتيفمون الناس ما فهمت الناس ما يعاونوهم الناس كل مشكل او يؤخذ بعين الاعتبار كل مشكل اننا نشوفه وانا وننشوفه وانا واش كاين وانا المبادرات وانا المشاريع انا نقراو لي زارتيكل نتبعوا ما راناش طنوها ما راناش فهمت ما راناش دراري الجزائريين بصفه عامه كامل راهم يتبعوا في الاحداث راهم يشوفوا التغيرات في الجزائر وراهم يشوفوا من الناس اللي تخدم والناس اللي تخدم نون سولمون تخدم ولكن راهم حابين يلحقوا الى يعني كاش يقولوا الى نتائج بسرعه بسرعه بالخف ما نقعدوش 60 سنه ولا 40 سنه لا لا مادا بنا عام عامين ثلاث سنين نصيبو لو فروي تاع نوزيفور يعني نصيبو الفائده تاعنا ونصيبو اشياء ايجابيه اللي نستنتجوها فهمت واحد كيما فرحات اي تعليق قال لك انايا نبدل كلش نبدل كلش في الميدان ديالو نبدل كلش نسقم <applause> كلش يدير لي ريفورم يدير يدير عنده دي بروجي آآ آآ كل حاجه يصيبها ماشي مليحه يدير ان ابل يدير ابل باش باش يتلاقاو باش يهضروا على القضيه هذه لازم يبدلوا كلش لازم يبدلوا كلش الحاجه اللي ما تعجبوش ما يخليهاش داكور هاد الناس هادو لي, لي كيما هدايا وكيما شمس الدين شيتو دابا راك تقول انت دوك تعطي برطما ولا تعطي فيلا في كلوب دي بان دا يسكت ما يزيدش يهضر امبوسيبل والله يعرف يموت نقولها لكم الناس هادوما ما ايزافي شوف لي موان ايزافي لي كومبيتونس ايزافي لي كاليفيكاسيون ايزافي دي 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 كيش يقولوا ان باجاج طري لور يقدر يعيش وين يحب في الخارج يروح للخارج كي السلطان شمس الدين شيتور يدير له طابي لو كان ارواح برك ارواح ارواح برك نسحقوك انت ارواح ارواح نعطيك بلاصه وين حبيت ارواح قعد في الجزائر كاين عندنا جزائري لازم تامنوا بقضيه كيما هذه على بالكم يفو كخوار يفو كخوار كي يا يفوك خواخ. يفوك خواخ كي دي جون اللي ميخدموا على البلاد ويخدم من البلاد مكفي الحمد لله هو يقول ياكل ويشرب ويلبس وخلاص وعندو دراهم شويه ويسكن ولادو ده. وهذا ما كان كاين ناس هذا واش يكفيهم الحمد لله على بالكم كامل الناس ما حابينهم حابين دي شاطو ودي ريستورون في باري ودي يقرا في مدرب الفلاني نو no, نو no, نو هذا no. به يكون نورمال بقى. يكون لاباس وهاد الناس جوستومون يفيان دو جو على بالهم واش كاين سي بور سا فو دونك انت يا ناس هي حابه تخدم هاي واجده وتقول لك راني هنا نحن نخدم وانت تبدا تفسد وتخسر وتكسر وتدير مشاكل و... وزياده على هذا طرح تبع لي اعداء الوطن واش من جزائر جديده راك حاب تبنيها انت من جزائر جديده راك حاب تبنيها هاد جماعة زيطوط وامير وكدا لو كان يروح هاد النظام كذا واش من نظام لك حديرو؟ حد شكون شكون راك شايفو كرئيس هو شكون واش حابين سي كوا فوت بروجي وشنو هو المشروع تاعكم ما عندكم حتى مشروع عندكم حقد عندكم تغننت زعما ايه هكذا نتبعوا هكذا مي ومن بعد ولا سويت وشنو هي على الدوله هذه اللي كنت تهضروا عليها تاع الحقوق والديمقراطيه كيفاش راكو شايفينها كيفاش 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 شكون يديرها لكم المنظومه تاع الحكم تاعكم شكون هي شكون هما الوزراء تاعكم شكون هما شكون هي الحكومه تاعكم ما عندكمش ما عندكمش ما عندكم والو فارغين مستوى تاعكم حابط بزاف راكم تبعوا فيه ناس وفي اشخاص المشروع تاعها الوحيد وهي تحطيم وتهديم الجزائر هذا ما كان هذه هي وتدخل لك لي فورس اترونجير وتعطي لهم دي بوست ويتقاسموا تشيبا هذا ما كان هذه هي نفس المشروع اللي راهو في ليبيا نفس المشروع في سوريا ونفس المشروع في البلدان الأخرى نفس المشروع ناس كيما نتوما يا 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 طنوها فهمت يا 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 واش نقول لكم نفس الاشخاص اللي كيما نتوما هكذا وتسبوا كدا وتحيا زيطو وتحيا نفس الاشخاص اللي كانوا في العراق اللي مدوا بلادهم للمريكان دوك المريكاني يدور يدور, يدور شيكور في العراق فهمت الدنيا بحبال الرأس في بلادك نفس الاشخاص اللي كانوا في ليبيا كيف كيف سي بروجي عم بالك تبدل ما تبدلش تبدلش نفس الاشخاص اللي كانوا يسبوا في الناس يسبوا ميم الكور الكور اللي كانوا يقولوا لهم انتم اغبياء كيفاش تمد بلادك تمدها لواحد اخر كيفاش تمد بلادك الخاين واحد كان كان هربان في الخارج قالوا له نتايا نديروك برو بروفيزوار نديروك نديروك ان بيريود نديروك واسمو غوفرنمون بروفيزوار دونك الـ الـ النظام اللي راهو في ليبيا خلاص هذا كي تسوطا ايا بداو الحرب او عندكم غوفرنمون جديد راهو مخبي عندنا في الخارج هذا ما كان صرا اللي صرا ماتوا الالاف والالاف آه شفتوا القتيلات وشفتوا كدا جاو تقاسموا البلاد جابوا لهم رئيس جديد حطوه لهم وتربح كاع جاو بيكاو العلم تاعهم في الارض ديالك كاع فرنسا بيكات العلم آه لونجلوتير كيف كيف برنر ليفي تمشى في بلادك والليبيين يعسوا عليه الليبيين جابوه فوز دي كونار واش تحب نقول لكم انايا سي يعني. سي سامبل كو سا هذا ما كان واش راح يدير لكم راح يدير لكم نفس الشيء راح يدير لكم نفس الشيء خو هذه هي دونك فيقوا لعمركم شويه فيقوا لعمركم معليش كونك معارض كونك معارض بال بالافكار تاعك بالبليزيدي تاعك دير كيما لي جون يهضروا في الفيسبوك يقول انا يا ضد هادي ضد هادي وهذا ما كان بوركو علاش راك اوبليجي تتبع خونا علاش تي اوبليجي تتبع مرتزقه هادو ناس مرتزقه هادو ناس مرتزقه أنا ماكش ما انتهى واحد يروح للخارج يهرب يروح للخارج داكور ويروح عند لي سيرفيس فرنسي ويقول لهم الدوله الجزائريه هي اللي دارت واللي دارت ودارت وما كاش ارهاب حنا عندنا في الجزائر الدوله هي اللي دارت هاي آه واش رايك واش رايك في هذه انت واش رايك بلدان واحد اخرين على بالك يحكموه يجوزوه في الفينغا ديريكت بلاد كيما مانيش عارف انا كيما لاشين ولا عفسه ولا لاكوري والله غير لا غير ديريكت خلاص هذا مكان كان نو 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 حنا خوانا وهاد الخماج عندنا اون الحراك لي عام هو يسير ويمشي رانا نجيريو فيه رانا نجيريو في المشاكل البلاد رانا نجيريو دوكا في لا سيتياسيون ايكونوميك لي راهي كاتاستروفيك في البلاد رانا نجيريو فيها لازم نسلكوها ولازم نخرجوا البلاد من الازمه بلي مويان تاع الجزائر بال بال بالامكانيات اللي عندنا في الجزائر داكور بالامكانيات اللي عندنا في الجزائر حنا ما راناش رايحين نسلفوا دراهم هاد الكوفرنمون الجديد اللي تقول عليه ماشي شرعي قال لك حنا ما نسلفوش دراهم وما نديروش لا بلونشابي وما نديروش كاع الشلاوش هادوك وما نبيعو ما نشريو ما والو قال لك حنا الدراهم كاع ليترو اللي كاين نسدوهم بدراهم في الجزائر هذه اللي عندي عليها ان شاء الله في واسمو آه... لايف لا بروشين فوا غدوه غير غدوه حبيت نهضر على القضيه هذه تاع لو بلون لو آه... بلون تاع لو غوفرنمون الغوفرنمون جديد لو بلون راح يديرو بور لا سيتوياسيون ايكونوميك هادي تهمنا بزاف باسكو نقولكم شحال من خطره بلي سون ليكونومي تاع البلاد نتاياك عريان ما عندك والو تجيب فارغ شوف ما عندكش دراهم سروالك طايح ما تعيط صباح واش هي ديمقراسي والحريه والسردوك والزاوش وكدا ما كان والو وهذا كاع ريح في لازم نسلكو علاش الدوله دوكا هاد الناس لهم في الكوفرنمون علاش فهمت انايا بلي نقدر ندير فيهم ثقه ندير فيهم ثقه بعد نشوف واش كاين نحاسبهم انا مواطن عندي حقي بصح علاش ندير فيهم ثقه باسكو كنت تغيط الديمقراطيه والحريه وتعيط تجبد تصاور وفهمت فهمت في الطريق وبالجمعه وكذا وتصاور وطحت كالي وتروح قدامنا هو لا لا هو يهضر على لا سيتوياسيون ايكونوميك راهم كاع يجريو على لا سيتوياسيون ايكونوميك تهضر مع كامل لا في الغوفيرنوم ما يقولك لا سيتياسيون ايكونومي تبون الحاجه الاولى قالك لا سيتياسيون ايكونومي ما دير حراك دير اخرج اخرج بالجمعه بالسبت بالخميس حنا لا سيتياسيون ايكونوميك نسلكوها وانت اخرج براسك يا أخي تقول سلميه ولا لا لا اخرج سلميه كمل سلميه كمل صح تعطلني راك دير لي تعرقولات دير لي مشاكل دير لي البلباله راك تخدم في الناس راك تعطل فينا راك الناس ما فهمت شغل تجيح في روحك وزيد زيادة على هذا راك تبع في سيادك حنا رانا نقول لك رانا البلاد وحاسبنا على الخدمه تاعنا انت راك لي في شواكرك تاع الخارج هذا زي طوط والاستاذ والاستاذ نعم يا استاذ يا اخي بصله يا اخي كيف هذاك الاستاذ هذاك فاش استاذ واش بالاستاذ هذاك تاعش الاستاذ هذا من مانيش فاهم ما, فهم ما فهمتش انا هذه استاذ والله ما فهمت ما فهمتش ويجي نهار اللي امير هذاك يقولوا له يا استاذ شو نقولها لكم هذه هي دونك كل راه باين يا الخاوه كل راه انا من الاخر واللي حقوا عليا حبيت انا اللي نشوف ناس في النظام راهم يخدموا واني نشوف ناس في المجتمع ماهمش يخدموا هذه وحده راني نشوف في الـ في الـ كاش يقولوا راني نشوف الحراك تاع 22 فبراير الجزائريين والاحرار تاع الصح اللي خرجوا اللي واللي يعطيهم الصحه على كل حال اللي 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 حبسوا العهده الخامسه وداروا لنا تغيير وبدلوا لنا كامل البلاد البلاد كامل تبدلت على جال هاد الناس تاع 22 فبراير والجيش وقف معاهم وكلش داكور هاد الناس بقى على خير ما مش هنا دوكا قاع على خير ما لكم في الديور راهم يميزو يشوفو لي راهم في الحراك دوكا بصفة عامة ماشي كامل بيان سور ولكن بصفة عامة جماعة زيطوط وراشاد ودينا وامير ديزاد زاد راكم تشوفوهم فهم؟ فهمت امبوسيبل تاع 22 فبي يخرج سردوك ويخرج جاجا و... ويعيط ويسب امبوسيبل امبوسيبل شوفو عندكم لي فيديو عاودو شوفو فوالا

يا 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 بروجي كي طون روت فهمت يا بروجي كي طون روت دونك حنا الجزائر لازم نردو بالنا دونك هادي آه, هي هادي هي اون فالي كيفاش يقولوا لازم نحاربوهم لازم يفو لي كونتر كاري يفو لي كونتر اتاكي يفو هادي هي ما كاش ما كاش ما لا ستشون هذا ويسب مازالكم تسبوا مازالكم كدا أه بيريم انتوما انا بالي خلاص سبان مازالكم تكبروا وجه سنة جواد راح لي يا اخو ولا راح لي ولا راح طرت من المقلة هاولي ايوا اه donc euh, 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 c'est un peu c'est un peu un euh, euh, une alerte une alerte merci euh, noah j'espère j'espère leur faire mal j'espère j'espère surtout que les jeunes vont se réveiller je j'ai parlé avec ma façon avec mes فوالا <سؤال> افيك مي تريب كيما ما على باليش <سؤال> ما جيتش باش نتفلسف انا جيت نعيط ونزقي لا تما الدعوه هذا ما كان الدعوه ما وعندنا عندنا الناس يتبعوا هاد 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 لي يتبعوهم pire والله رانا نشوفوا جزائريين كامل تحلبو رامي يشوفو في الحراك كم يخرجو رامي يشوفو قال كيفاش كومون سا سباس شنو هاد الناس هادوما ما سي فيني سي فيني لو فري حراك قاع على خير الناس المأصلين لي فري زالجيريان لي خرجو بوغ لو شونجمون وزعفو وخلاص والعصابة وبدأ سي فيني هادوك راحو هادي هي يعني هادوك راحو C'est aussi simple que ça. Bon, commentaire ou les autres, je vous le dis. Les esclaves disent toujours au stade. Exactement. Je suis de Bruxelles et je connais très bien le frère de Zéthote. C'est un escoro comme tout.

اي سي c'est pour ça qu'il est qu'il est à la على روحو وداك ما يعرف صوالحو ما يعرفش مانيش عارف واش يدير راه ماني عارف انا جاب ربي كاين بزاف اللي راهم اللي راهم يضربو على العصابه جوستمون اللي راه في الحبس فهمت اي شوف الناس اللي راهم في الحبس وخذاو ام خذاو يعني كما نقولو ضربه كبيره يعني كاين الناس يتجري عليهم في الخارج يعني خارج السجن يعني في الـ الـ في ال... سيغ تيرا الناس هي تجري عليهم باش يخرجوهم من الحبس سي سامبل رجع يدي الحراك بالسردوك لي دو ديجا ان فيونسي باغ الكرامة وي اي هاديك سير شو يقول عم يجريو بزاف هاد لي كومونتير ماقدرتش انا يحيى انت يحيى تاع الصح على بالك دري حابس في راسك انت يو. قالك بصح ما ما مالو ما لومكمش ما لو، ما لو انتوما المال راه في الجيب والضمير خطنا هيا باجا خير يمسلكم المال وماشي المال ولا تعرف المال نتاع تعرف الضمير نتاع خيبق باقي ياخي مع المصيبه ولا عادي مادوكاش دير معاهم الناس هادو كاش تربيهم ولا هذا يتربى بالوس مو هذاك بلاصه هذاك تاع الزيتون تقعد, تقعد شغل هذا يعاود يولد يروح للزاويه نورمالمون يربيه بالفلاقه ولا صغرو يقعد واحد عشر سنين هذاك باش يفهم enfin je vais donc n'importe quoi là-bas il va être un pays merveilleux, mais... Inch'Allah, Inch'Allah. insha'allah le can y'aller où les gens utilisent comme arahi et y'laissent leurs enfants se ou Allah g Allah jiri on va on va s'en sortir ou Allah qu'on va s'en sortir on va s'en sortir hein va, va parce que allez il y a non seulement on est en train de de, de combattre la corruption ou le, والسرقه والفساد وهاد الصوالح كامل بس على بالكم دوك لي زغوت في الجزائر الراس تاعو يطير هادي وحده أه زيد رانا رانا نحاربوا كذلك لينكومبيتونس لينكومبيتونس لا ميديوكريتي صوالح أه بحال هادوما يفوا لي كومبات يفوا لي كومبات هذا ماشي اوكي الناس دوكا في المكان المناسب بو كومبات هادشي هذا فهمت باسكو حنايا اون فيت حنا واش 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 بينا حنايا حنا أوني با هذا ما كان ما 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 حنا ماشي جالي دير ماشي مربيين مي ما نقدر نقولها معليش حنا ماشي مربيين حنا ماشي حنا جو مسوفجين والفنا الطوايش والفنا هايجين ما نعرفوش نديرو حاجه كيما لازم ما نعرفوش ومتعصبين اون اكستريميست اون فهمت لازم نتسقموا لازم ندخلوا في الطريق كل واحد يمشي في الطريق ديالو كل واحد يخدم خدمته تو فا بيان تو مي ما حبوش ما ما ان شاء الله يفهموا بالعقل برك هذا ما كان حصل يا الخوا انا نسلم عليكم بزاف و ويعطيكم الصحه اللي جيتو كامل أه... في روحتكم ولا قدرت بالك غدوه غير غدوه ماكسيموم ما آه ما نطولش يا يورجونس نولي نجي هكذا نجي هكذا نجي يا لو كان نسرق هكذا نص ساعه ساعه نجي نجي هذا ما كان هذه هي هكذا معليش راني يعني نهضر برك هكذا برك بصح نجي ا بارتير دو مومون وي 400 بيرسون يسمعوا سي ديجا سي ديجا با مال الحمد لله يا ربي هكذا باش كل واحد يلحق الميساج يفو يفو يالي يفو يالي ما لازمش ما. كاين كاين دوكا حرب كاين حرب دوكا الحرب اللي راهي تجري هي رئيس وعندك بلاد وعندك مشاريع وعندك انجازات نكسر لك رجلك نحش لك رجليك ما تخدم ما تصدم ما والو ندير لك الخروج الى الشارع بالسبت بالاربعه بالثلاثه بالجمعه انت تسمع هكذايا تسمع انت يا. واحد يهضر لك على مشاكل اجتماعيه وكذا نجي نكسرها لك كلش تحطيم الجزائر فهمت في كل ميادين ايوا سي غير هذه سي كوم دونك

او بكري يروح يخدم بلادو ويجي واحد اخرى يشوف لي واحد في الشرق واحد في الغرب فهمت واحد خاين مرسونال يعطيه العقليه كيفاش يمشي في بلاده سي تري انا هذا هو اللي نخاف عليه وان شاء الله ما يكون غير خير خاصة قلت الحق دائما يبان تهلاو في روحتكم يا الخوا راني مسلم عليكم وتصبحوا بخير وابيانتو ان شاء الله ايه تحيه الجزائر ويا عاش ان شاء الله سبحوا بخير